مساء الخير عليكم. اليوم رانا ضياف عند شيخة البلاد، عرضتنا اليوم في دارها. رانا في شهر رمضان، شهر مبارك، نشوفوها من بعد واش راح توجد لنا فطور. خلوكم تعرفوا شكون هي الضيفة نتاعي. مساء الخير نعيمة. مساء النور، مرحبا بكم. الله يسلمك. صح، رمضانكم ان شاء الله بالصحة والهنا. الله يسلمك، يعطيك الصحة على العرضة اليوم. الله يسلمك حبيبتي. نعيمة، لا بروميير كيستيون اللي راني حابة نسألها لك، أنا رمضان سنة 2014، شو الشيء اللي فرق ما بين رمضان تاع زمان ورمضان تاع دوكا؟ شنو الحاجة اللي راكي متوحشتها بزاف كي كنا في رمضان زمان وكي رانا اليوم؟ هي أكيد أنه أول حاجة اللي نتوحشها هي الوالدين الله يرحمهم. الله يرحمهم ويوسعهم. هذا هو الفرق الكبير. إنما يعني إحنا ما نتخلوش على التقاليد تاعنا، ما يفرقش، بما أنه نجوز رمضان في بيتي ونتبع تقاليد الوالدين. دونك يعني نمشي حسب، حتى لو برا يتغيروا التقاليد، حتى لو نكون في بلد واحد أخرى، تقاليدنا هي تقاليدنا. إنما الحاجة اللي تخصنا في رمضان لمة الوالدين، خصوصا الوالد والوالدة الله يرحمهم. الله يرحمهم ويوسع عليهم. نعيمة، نوليو ليك. شفاي وقتاش سي لا بروميير فوا اللي نعيمة حكمت هكا ان انسترومون، ولا حست بلي سي بون اني حابة نغني؟ على بالي بلي كبرتي في جو عائلي، في جو تاع جو عائلي تاع فنانين، يعني الوالد والدة الله يرحمهم فنانين، عائلة كاملة. اليوم انا حابة نحكي على نعيمة. نعيمة، وقتاش هكا اذا راكي شافي لا بروميير فوا جاك هذيك لا سونساسيون، ولا حكمتي ان انسترومون بور كومونسي؟ هي هاد السؤال اللي ما نقدرش نجاوبه باسكو انا ما نعرفوش. يقولوا يعني الوالد يقول انه كان في عمري 4 سنين وكان يعرض احبابه للدار. كنت نعزف صغيرة، نعزف سنتي في البيانو في الدار، دونك تعلمنا في صغرنا، صغار بزاف. تما سيتي توجور لو بيانو ملي كنت صغيرة، سيتي كوم لو بان كوتيديان، سيتي كوم يعني حاجة عادي عندنا نتعلمو. كان بابا الله يرحمه ينوضنا بالبيانو ولا بالعود، صباح ينوض بكري رنة العود ديالو ولا البيانو، يعني هذه حاجة اللي تربينا فيها يعني في إنما أول مرة مارست الآلة سنتيتيز البيانو بيان سور سي كان عمري 8 سنين، 8 9 سنين، كنت أنا ذاك نخدم مع فرق نسوية. داكور. إي دوبوي سيتي توجور لانسترومون تاعك. إي دوبوي كان سنتيتيزور، ونحب تاني يعني ندندن شوية عود، أكورديون تاني، إيقاع دربوكا تاني جو. يعني كنا كامل العائله، كامل فيلا اختي فوزيه عايده قايمه، يعني كل نجيب صلاح الدين كنا كامل نعزفوا، حتى عمي الله يرحمه كان قانونجي، كان جارنا ويجي جينا للدار. يعني كانت الدار تاعنا ما تخلاش من الجو الموسيقي ولا، وكنتوا ديما هكا تتلاقاو وتقعدوا كيف كيف كل واحد وحاكم انا سليمان. صارت رمضان كيفاش كنا نجوزهم معايا، ما حتى من جهتي ما العائله فنيه، خالتي ليلى الجزائريه، خالي مال الحاج منور، دونك يبارك فيك. دونك كنا هكذاك يجوا لعندي ما ولا نروحوا لهم، تشوفي وحده شدت الدربوكه، وحده شدت البيانو، وحده العود، وحده كنا وحدنا نديروا فرقه في الدار وصغار، تخي تخي جن. كان ساكن لك في الدم يعني، واحد كاين حاجه اللي ساكنه في الدم، ساكنه في الدم. كي كنتي صغيره كنتي حابه، كنتي تشوفي احنا كي نكونوا صغار كل واحد فينا تكون عنده هكا سي اون بو دير ان غاف، كي نكبر كل واحد واش يقول كي نكبر نولي. انت كي كنتي صغيره كنتي حابه ديري هكا؟ شوفي الواحد كي يعود عنده موهبه لازم يطورها، فو ديفلوبي ان غو كونتون لا. انما ما درتش في راسي انه نعملها حرفه، كنت حابه نكمل دراستي، جي توجور ايمي لا ديكوراسيون دانتيريور، كنت حابه ندير اركيتكتور. انما من العرس يعني كي تزوجت اختي فيلا، انا داك جافي 14 ans دونك جي بري لا روليف، حاوليت نخدم مع الوالده الله يرحمها، دونك سي لا وين بديت نغني. وكانوا العرس يغلقوا لي يوميا في ذاك الوقت، وكنت بين الدراسه وبين هكذا، ولحقت كوميم اون تيرمينال، وقعدت لي ديك لا فولونتي باش ندير ديكوراسيون دانتيريور، مي جلي في يعني جلي في هكذا اون باراليل، اون باراليل درتها هكذا. اي اون توكا ني جامي ترو تار بور نو نو جلي في جلي في بوندون دي زاني، مي لا جي اريتي. يعني كنت نشري دي تيغان هكذا ونبني دي ميزون، نجيب غير لي ماسون ندير لو بلان، انا سي ما كي لو ديسين، سي ما كي في، يعني سي ريستي شغل ان دون، سي اوسي ان ار. اكزاكتومون فوالا. دونك اغ سي اون سبيسياليتي يقراوها في لي بوزار. والحمد لله انه الفن صح، انه الوالد يبريفيري باش نقراو، مي ما الله يرحمها كانت تقول لنا يعني سي ان بون ميتي الفن هذا الحراس تو، يعني واحد لازم يمارسو باصول ويكون يشد في، خصوصا بكري كانوا اعراس يعني فرق نسويه 100%.
مون بير ما كانش يحب لا تيليفزيون، ما كنا نتجوزوش في التلفزيون. كي تتزوجوا يعني الزوج تاعكم هو اللي يقرر ولا تجوزوا في التلفزيون ولا لا. دايوغ سي بور سا كو جيت تري تار، انا سيتي ابخي مون مارياج. دونك الفن كانت تقول لنا يما سي بلو رونتابل، والحمد لله انه بالمكاسب الفن كنت نقدر نشري دي تيران ونشري دي ميزون ونعاودهم، وان باراليل نخدم ندير ليموبيلي. كنتي تجمعي لي دو فوالا الحمد لله. يعني مام لا ديكوراسيون كيفاش نقولوا هي وجه اخر للفن، انه باش تقدري تخرجي حاجه وديري ان انصامبل هكا وتخرجي حاجه شابه. سي با سي با فاسيل سي با دون ليزم كي كوم ميم بوندون 20 ans. Mais donc elle m'a habité. C'est un peu dur, c'est très bien, mais c'est dur. Moi je faisais pas. Mais quand je faisais des décorations d'intérieur, quand on débnait, c'est-à-dire je cherchais des terrains, on jib des maçons, on. Mouqawala. Voilà, voilà. Donc d'ailleurs j'ai beaucoup fait ça. Ou donc habité parce que c'est. Tu fais rarité. Il y a de métier tarjel. La santé ou les mjeh ou les. Tu fais rarité donc à tes clients. L'aras nisaïa. الحمد لله مام الاعراس يعني باش توصلي وترضي يقولون بلي الجمهور تاع الاعراس هو الجمهور يعني صعيب اكثر من الجمهور اللي يكون. لا هو كان المفروض نحبس يعني انا قلت نزيد شويه ونحبس، انما بما ما كانش موسيقيات تنسى ونقول انه المراه الجزائريه عندها الاعراس وين تنحي على خاطرها وين تقدر تلبس لباسها الشباب صياغتها. دونك درت هذه الفرقه النسائيه دوك من 10 سنين والحمد لله انه جو سوي مطلوبه بزاف في العرس. دونك كي نجي نحبس يا نعيمة زيدي العرس وليدي وكملي زيدي العرس وقعدت هكذا. دونك ان شاء الله عمرك ولا تحبسي يعني يعني ربي يعطيك الصحه قد العمر ان شاء الله ونقعدوا دائما نشوفوك ان شاء الله. لانه صح ما كانش هكا نشوف اللي كي خرجتي لو بروميي هذاك اللي اسمها اللي درتيها تاع يا رايح روح يا راجل شري لي يعني هي الاغاني اللي نغنيها في بما انه نكتب الكلمات ونلحن بون كاين اغاني اللي اخذتهم من التراث، انما الكلمات كلها تاعي. تفرق الاغاني اللي نغنيها في الاعراس، يعني الاغاني اللي نغنيها في الشرائط تاعي كاين بزاف ناس كيشوفوني في عرس يقولوا لي ماشي نعيمه اللي نسمعوها في السي دي وفي دونك الاغاني اللي نخدمها كيما شيوخ بلادنا نتاع الجزائر اللي باغيك سيمرتو الالات الموسيقيه حمام الوان سيدي عبد الرحمن، كل هذه الاغاني اللي لحنتها وكتبتها وتقعد يعني في التراث. سي با دي سوكسي افيمير مي سي دي شانسون اللي يقعدوا ا لون تيرم فوالا يغني التراث. انما في الاعراس ما نقدرش نخدم ان انشينمون لايف اعراس باسكو بون دوك يخدموا بهم لي ديسك جوكي تو سا فهمتي. دونك لي بريفيرابل اللي حب نعيمه يجيبها اون شيغي اون نص احسن احسن. ومازالت لك حاجه راكي حابه ديريها دوك نعيمه وما يعني كاين حاجات لاني نديرهم اون باراليل من الفن يعني يعني الواحد يخدم دنيتو يخدم تاني اخر انت. ولكن فنيا واش هي الحاجه اللي حابه ديرها نعيمه ومازال ما عملتهاش؟ نو الحمد لله انه نقدر نقول لك انه حتى التلفزيون ولا الشهره هذه ما كنتش حبتها، انما الجمهور اللي كان يشوفني في الاعراس طلبني بزاف نحبوا نشوفوا لي سيدي تاعك لي كاسيت تاعك ايتو. يعني انسان يدير واش كتب له ربي، ما تقدريش تقولي ندير هذه الحاجه و سي فري حنا ونسي دو فير الحاجه اللي نحبوها. انما كي تقدر انه دايوغ ما درتش كامل في راسي باللي اغنيه لي باغيك سي مرتو باسكو كنت غير كيما خرجت دون تري غراف مالادي دايوغ بروميي كليب كنت لافي شفيو تري كور كنت من فخام لي كورتيكويد ما كنتش. دايوغ نشكر السيده ليلى هي اللي هي استاذ هي استاذ كيما انكوراجي باش نجوز في التلفزيون. قلت لها مانيش اون ايتا باش نجوز ما درتهاش كامل لانه استاذ سوكسي ولا فينالمون سيتي ان تري غران سوكسي كان سوكسي سيتي ان تري غران كي الي دوموندي جوسكا بريزون جوسكا بريزون فوالا. دونك يعني انا الحاجه اللي كنت حابه نديرها والحمد لله درتها انه هو ليموبيلي والفن في الاعراس النسائيه. يعني هذه هي هذا ما كان يعني حصرتيه برك في الاعراس ودرت يعني بيسك تفتح لي المجال وكتب ربي انه دخلت في الموند دو لا شانسون اي تو. دونك حبيت نغني نخلي اغاني اللي جو بريفير نكتبهم انا اللي يعني اللي يقعدوا في تاريخ الاغنيه الجزائريه الباتريمون تاعنا. نعيمه واش هي الاغنيه تاع الوالد الله يرحمه اللي بزاف قريبه ليك وحتى دوكا كي تكوني قاعده هكا تحبي تدندنيها تحبي تغنيها بينك وبين روحك؟ كاين اكيد انه اغنيه حيزيه من روائع سيتير سي تان سوكسي كي لو كولي ا مون بير. يعني غنى اغاني انما اغنيه حيزيه هذه نحبها من
وكاين قلبي شعلت نار وقدات عاودت له اغنيه نغني عليك بنت بلادي الشوق والمحبه عندي كاين بزاف اغاني تاع الوالد صح واش هي اللي قريبه عليك بزاف لو كان نقول لك دوكا واش هي الاولى اللي تخطر لك في البال اللي تحبيها اللي بزاف عزيزه عليك هي في دايوغ في الـ في لافوتور تاعي نسمع بزاف حيزيه اغنية حيزيه نحب نسمعها بصوت الوالد الله يرحمه الله يرحمه صوت تاعو حنين يعني ما كاش كيفاش ما تسمعش وما تروحيش معاها سي فغي سي اون شونسون ان شاء الله الغنى نتاعك ثاني يقعد ميم ابخي 50 ans ابخي 100 ans ديما يقعد الاجيال اللي تجي دائما تقعد تسمع فيه كيما نعيمه حنا عارفين بلي كل واحد تواجهه صعوبات اكيد يعني ما كانش اللي يلقاها كيما نقولوا سهله واش هي الحاجه اللي اكبر صعوبه اللي واجهتك اللي دوران ماشي برك في المشوار الفني لكن ما في حياتك اللي هذيك هي اللي خاطر انا بدا يمشي ودي يقول لك صعوبه تاع المجال الفني مي انسان هو متكون بزاف حاجات يعني كيكون ماشي مليح مهنيا ما يقدرش يكون مليح يعني يمشيو مع بعضهم هذا يكمل هذا وش هي الحاجه اللي ناعمه في انا الحاجات الصعبه اللي عطاها ربي سبحانه نتقبلها بما انه هي تعطينا شجاعه يعني انه شجاعه اللي ما كنتش انا نعرفها دونك ما نعتبرهاش كحاجه صعبه في حياتي هو المرض ديالي بالعكس يعني هذا المرض هذا اللي جالي سي تقبلته من عند ربي تقبلته والحمد لله انه عرفت نعيمه ثانيه انا كنت نخاف كنخافها دونك لا جي ريتروفي اون اوتر فورس او موا انما الحاجات الصعبه اللي في حياتي انه طقت في ناس وتخدعت بزاف خصوصا في حياتي هذه هذوما الحاجات الصعبه اللي يعني ما قدرتش نحملهم بزاف اللي تخدعت يعني انما الحاجه اللي تجي من عند ربي سبحانه وتعالى لما لدي سي حاجه صعبه بزاف انه يتحملها الحمد لله جات من عند ربي واختبار الانسان ربي سبحانه يختبر الانسان وحتى وفاه الوالد والوالده حاجه صعبه بزاف من حاجه ربي الحمد لله انما الحاجه اللي تجيك من الانسان اللي خدعك في مور ظهرك واللي قطع اليد اللي تمدت له الناس اللي تعاونيهم في دنيتك ويخدعوك ويديروك يعني حديث بين الناس هكذا هذا الشيء اللي دايوغ هذا جو ميكسبريم ميو في الاغاني تاعي كتبت بوكو دو شونسون دو تو سكي وكاع واش صرا لي يعني في هذوما الحاجات يعني الصعبه جدا اللي تثقي في انسان وتحكي له سرك وتدي له انسان في حياتك ومن بعد يولي يعايرك بالضعف نتاعك في هذاك الوقت اللي حكيتيه له هذه هي لاميتي اكزيست الصداقه كاينه ولا سانسيرمون اسكو المفهوم تاع الصداقه كيما حنا نعرفوها يعني لاميتي يعني ما تقدريش تقولي نختار دي زامي هكذا باسكو يعني il faut être très prudent en amitié انا ما ميور امي عندي دي زامي هكذا مي كاين يا دي ليميت ماي ميور امي سي المرايه سي نعيمه هي صديقتي على بالي ما تخدعنيش على بالي نحكي لها سر ليميت دونك كي نحب نغلق على روحي في بيت ونحكي مع مرايتي نهضر مع روحي انما جو ن في با كونفيونس 100% جي دي كوبين جي يعني يتعدوا على يد كما نقولوا على يد وحده دونك مي كاين يا اون تري كروند ما نقولش الميفيونس مي الانسان كما يقول لك الفم المغلوق ما تدخل البنه الانسان اللي عنده سر يقارديه ليه فوالا بكري يا في دي زامي يقول لك عدو زمان ولا صديق درك انا جي كلكو كوبين جو غارد دوبي مون انفونس ملي كنت صغيره يعني كبرنا كيف كيف وقرينا كيف كيف يعني سي دي بون كوبين انما ما مي سينو جي يو دي زامي هكذا اون اميتي تري كورت مي اللي خلاصت باغ فوالا يقول لك باللي من سابع المستحيلات صديق صدوق يعني تلما وصلنا وقت انسان اللي ديري فيه النيه اللي تثقي فيه هذه هي اللي تغيضك هذه هي اللي تغيضك ديري فيه ثقه تفتحي له قلبك تحكي له سرارك ومن بعد هو يستغل هذاك الشيء ويعاود هو اصعب شيء انك تصدقي شريك حياتك الانسان اللي تشاركي معاه حياتك وديري انامي وتحكي له سرك باسكو بون كيما يقول لك يا اون انتون تعيشي مع داك الانسان مي اون فوا كي لي بلو دون تا في يقدر يخدعك ولا سي سا يقدر يخدعك فوالا مي جو بونس كو لا وي بون لاميتي il faut être prudent c'est tout
ميم بنتي نقول لها فوس مي في توجور. وي يفوز ما فيها، مي دي فوا ما نتعلموش حتى كي ميم الوالدين يحبوا ينصحونا يحبوا يحكيوا لنا. دايما كي شافيا شكون اللي غنى لك في عرسك؟ وي شكون اللي شكون اللي جا و بون غنى حميدو، غنى نصر الدين شاولي، غنات سيده سلوى، شاو عبد القادر، جاو جاو كثير فنانين. سيتي اون كان اني؟ في 91 سغمونت هذا كان البكرة تاعي 22 عامل. الله يبارك. وفي ولادك شكون اللي دام الموهبة تاع؟ حتى واحد. حتى واحد ما دا. عندي أمال ومحمد سي ميز أنفون وباديس راهو يعني وليدي سي مون أنفون أدوبتيف مي سي مون أنفون. سي كوم جو كخوا كو الصغير اللي ربيتو فيه الموهبة أكثر من يغني عنده موهبة الغناء ولا يلعب على الآلات يلعب يبيانوت أن بو يلعب دربوكا تخي بيان. يغني يسمع، انما الاخرين ما عندهمش علاقه كاع بالفن. ما يحوسوا ما نو نو باجي تو. ما عندهمش كامل هذيك ال نو. شكون هو لو شونتور ولا لا شونتوز المغني ولا المغنية تحبها تحب تسمعها تحب تسمعها ناعمة؟ في الجزائر في في الجزائر وخارج خارج الجزائر الخليجية. نحب طلال مداح، نحب محمد عبدو، نحب الاغنية الخليجية بزاف. باسكو الاغنية الخليجية تشبه شوية الفولكلور تاعنا. وستن فولكلور اللي طوروه ودازادو له دونك جيم بوكو لو سورتو فنان العرب محمد عبدو عبد الرب ادريس تاني جيم بيان. جيم حسين الجسمي من اروع الاصوات اللي نحبهم بزاف. وفي في الجزائر نحب التراث تاعنا، نحب الحاج محمد طاهر الفرقاني ربي يطول في عمره. في القدم سيده سلوى، يعني هذوك اللي تربينا في وحاليا شكون نحب تاني رحال زبير من اروع الاصوات. يعني من اول اللي يعني نحبهم بزاف رحال زبير. وحاليا كاين اصوات، كاين فله، كاين ندى الريحان، راديه منال، نعيمه الجزائريه، هذو كامل حميد. و سي عندنا كمان دي تري بيل فوا ما شاء الله. ان شاء الله ما شاء الله. وي هذو هذو اللي حكيتينا عليهم كامل تاع بزياغ الوسط. لكن الشرق شكون اللي تحب تسمع؟ شرق ولا غرب شكون اللي تحب نعيمه تسمع له؟ بون نحب الاغاني القديمه، هي نحب سيد ام كلثوم، نحب كرم محمود، هذوما صباح فخري. انما اكتويل هذوما الطقطوقات هذوما ما نسمعهمش بزاف. انا على بالك شويه مالغري كو بون جو نحب توسكي كل حاجه اللي تميل للبدو نحبها. دونك حتى في الاغنيه الشرقيه نحب الاغنيه اللي تميل للبدوي. اوكي داكوغ توسكي تراث فارس كرم، نجوى كرم تاني هادو يعني كل اللي فيها حاجة فيها التراث. مام الغناء العراقي كي تسمع هذيك العراقي نحب سعدون جابر جنبوك و ناظم الغزالي الأغاني القديمة. هذاك هو الفن يعني كل حاجة. نعيمة تحب توسكي سي اون بو دير توسكي بدوي توسكي التراث هذاك هادو نحب التراث. نحب الأغنية كما كاين الموشحات الاندلسيه كما صباح فخري كما هادو نسمعهم بزاف. في الكلاسيكيات نحب فيروز جيم بوكو. هادو كاع تربينا في ميم في الدار هكذا اون افي لو تورنو ديسك هذاك اون افي لي كومون كون ابيل لي تورنو ديسك لي ديسك بلوتو الوغ لو فيو تورنو ديسك تاع هادو كامل يعني تربينا في فيروز وام كلثوم كنا نسمعوهم عادي في الدار يعني ماشي فايزه احمد تاني. وكان نسقسيك واش الشيء اللي يقلقك؟ حاجه اللي تقلقك حكيت شويه خلاص تولي اللي تقلقني بزاف اللي تقلقك بزاف لي كلاكمون تشوينغام يعني حاجه سا سي تان جيست كو جو نو بو با كونت كيلكون يكلاكي لي شوينغام ديفون موا نولي نرعش و جو مي سون تري مال فوالا. والحاجه اللي تفرحك؟ وحاجه اللي تفرحني انه dans mon métier ولا هكا حاجه اللي تفرح ناعمه هكا تصرى لها تفرحك كي كون جو ريوسي اون فيت ونخلي الناس فرحانين ويقولوا له هذه زعما باسكو مرات على بالك هذا سي ميتي انغرا مرات الله غالب انه اون شانتوز جاها اون غريب ولا اون برونشيت ولا مي اللي اوبليجي تروح تخدم داك العرس وبالحسام بحبحيتو بارفوا. مي انا الحاجه اللي تفرحني بزاف دو مون ميتي ديجا بون لي زونفون بيان سور كي ينجحوا نفرح كي يعودوا مهنيين نفرح بصحتهم. نحب تاني في عرس كي نخلي الناس فرحانين. نعيمة كنا نحكيو على لي زونفو ولادك ياخذوا لك الراي ولا
حنا الوالدين دوكا سورتو جينيراسيون تاع دوكا تي انا نشوفها مع اختي ولادها ما دراري صعاب تاع الوقت لكن هل شوفي انا ميز انفون يحترموني بزاف يمي ريسبكت بوكو وانا ميز انفون يعني محمد وامال سي سون دي انفون لي جي لي اي دون دو تري موفيز كونديسيون مرت بزاف بهم دونك في ذاك الوقت اون فوز انونس كان عندك ان كونسير سي درت لهم اون دوزيام مامون اللي هي عمتهم هي اللي ربتهم دونك نقدر نقول لك انه انا عايشه هنا اكوتي مدير الجوبلكس تاع ميز انفون عايشين مع عمتهم مي انا غير نقول انا عايشه وحدي كاين تري غون ريسبي انتر ميز انفون اي موا وبيني وبين امل بنتي كاين تقدري تقولي صداقه كوم دي كوبين فهمتي ما حبيتش بزاف نلزهم ليا كانوا صغار خفت كش ما يصرا جو فولي با كي دونك درت لهم اون مامون لا يريس قولها يما هي اللي ربتهم هي دوبي كي زيتي بيبي مي سكيا تشوفوا نقدر نقول بتات يوميا بارفوا نشوفوا اون فوا بار سيمين مي ياخذوا ماشي ياخذوا لي راي مي مو ريسبكت يقدروني الحمد لله واش تقولي لهم دوكا مي يشوفوك واش تقولي كل واحد سي اون بو دير ان كونساي اللي تمديه لي جون اللي قد ولادك ولولادك نبداو ولادك هما الاسبق ولتانيك لي جون اللي راهم يشوفوا في نعيمه ويحبوا نعيمه واش تقدر تقول لهم نعيمه كيسكو جي هو ما كامل وليداتنا على كل حال مي مو جو كونساي ا تو لي انفون دو انهم سي فري كي تعيا تربي ولادك في الدار انما دون في لي زيكول في لي ليسي تو كاين نوتر ايدوكاسيون انهم ما يتيان توجور لي كونس يعني اي برين ان كونسيديراسيون لي كونساي تاع لور بارون ويتبعوا الخطه تاع والديهم فوالا دونك هذه هي الوالدين دائما يخافوا على اولادهم ويحبوا يعلموهم ما تخافير التجارب اللي داروهم باش كيفاش باش يعفيوهم من هذا باسكو بارفوا يا دي زونفون اللي يقول لك وين انت يا فيو جو ما تعرفيش بون ما صراتليش قلت لك انا كاين ريسبي اونتر مي زونفون اي موا الحمد لله مي بتاتر مع عمتهم كي كنت لا لا انت ما تعرفيش حنا نعرفوا اللي نيكوت با لي زونفون مي نو ما يسمعوش ما يسمعوش يعني نقول لك يعني الدراري صغار خصوصا المرحله في حياتهم اللي هي لادوليسونس تو سا سي تو ناش très très difficile mais je dis que يعني باش ما يندموش plus tard parce que حنا quand même la génération تاعنا malgré qu'on a nخدموا on travaille mais on avait avec le je dis pas la peur des parce qu'on n'a pas peur des parents le respect on se معو ديك الرهبه تاع البابات والامات ce qui est en voie de disparition actuellement فهمتي donc je pense que la génération en tout cas les يتربوا ويسمعوا leurs parents oui وما يتخلاوش على الدين تاعهم على التقاليد باسكو ني با دو لا باز هذاك هو السيس لا باز وي يعني التربيه لازم الدين تاعهم هو سي لو بلوز امبورطون باسكو ان انفون كي تربي على الدين تاعو على ميم ما يسمعش باباه ويما ما يتبع كلام ربي سبحانه وي فوالا ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي دائما وصلنا لنهايه الفقره الاولى نتاعنا ان شاء الله تكون جازت خفيفه نتوقفوا مع فاصل ونعاودوا نوديو لكم للفقره الثانيه غفر على الكبير توحد القلوب بعد صلاة العيد زهوا بالبيت جديد تسرحت قلوب أمة نبينا الرسول مشاهدينا رانا وصلنا للفقره الثانيه نتاعنا واللي هي فقره لو كما راكم تشوفوا انا وجدنا الطابله تاع الفطور ما بقاش بزاف في اذن الاذان اون فوا بروفيتي دو لوكازيون نستغلوا الفرصه ونروحوا مع نعيمه نروحوا معها في هذاك عالم الاحلام اللي مولفين نعودوكم عليه مع الضيوف اللي يكونوا معكم في حصه شكون انا نعيمه يعطيك الصحه على الطابله راني نشوف بلي الله يبارك عليك شهيتينا باش ناكلوا نستناو حتى شي اذن كنا ثاني نشكرك اليوم عمرتي عليا باسكو دابيتود نفطر مع بنتي دونك جي فيت نطيب في الدار اليوم كي جيتيني سي الله يسلمك يقول لك ما كاش كيما افطار الصائم ديجا الحسنه نتاعو مع عند ربي سبحانه حسنه كبيره واجر كبير عند ربي هذه الفقره الثانيه نعيمه هي سي دي كيسيون فيرتوال نطرحوهم لك ولازم ما ديريش دي باليز لازم نروحوا في هذوك عالم الاحلام ونشوفوا كيفاش راح يكون الجواب نتاعك نعيمه لو كان نفترضوا عليك يقترحوا لك منصب تاع وزيره الثقافه واش راح دير نعيمه يعطيوك مده زمنيه محدده هي مده شهر واش راح دير نعيمه في هذا الشهر اول شيء ندير لو ستاتيو دي زارتيست داك الشهر باسكو كاين اون جيساي دو نجيب لي زارتيست كاين بزاف مواهب في الظل
اللي راهم في الولايات اللي ما قدروش يلحقوا العاصمه باش يديروا اسم اصوات رائعه. يعني انا نتجول في نعمل حفلات من الشرق للغرب، كاين اصوات التمال ما عندهمش المجال باش. وثالث شيء ندير تهذيب السمع، لازم نعودوا الاجيال تاعنا انها تسمع التراث تاعها، ويعني كما نقولوا احنا المالوف الاندلس الحوزي الشعبي الاغنيه الملتزمه، ما يعطوش قيمه بزاف لهاد يعني غير لو ريتم لو ريتم لو ريتم، لازم تهذيب السمع الكلمه ومم كيفيه الاداء كيفيه ولي زارتيست كامل لازم الستاتيو تاعهم، باسكو فريمون عندنا فنانين بزاف اللي انا عارفه لي زارتيست مظلومين بزاف هذا لو فولي بيان سور لازم يغربلوا، كاين اللي يستحق انه يكون فنان وماشي اي واحد اللي يعمل غنيه ودير ضجه ثاني يكون اون يعني يسموه فنان نو مي جو بارل دي فري زارتيست يعني دي فوالا فنان هو كل هو يعني تصرف هو تصرف كما قلتي ماشي غير في الغناء ولا يعني في كل مجالات كاين موسيقيين كاين لي كوميديان كاين لي زارتيست بانت كاين هادو كامل يفو لي بروندر ان كونسيديراسيون باسكو البلاد اللي ما فيهاش يعني الثقافه تاعها اللي ما فيهاش الفن تاعها ما راهيش بيان سور بيان سور الفن هو مبدع كل واحد يبدع كل واحد يمد صوره جميله على الشيء اللي راهو يمدو به احنا نرحبوا فيه وحتى في الحصه نتاعنا احنا اكيد انه الحصه مفتوحه للناس فنانين كبار كيما بحالك نعيمه لكن كذلك للفنانين اللي قدموا حاجه مليحه وما لقاوش سي اون بو دير ان كانال باش يخرجوا فيه هذاك العمل تاعو الحصه نتاعي عن طريق قناه النهار شاك فوا اون اساي نمدوا الفرصه لهذوما الناس باش يبانوا باش يمدوا نعيمه الافتراض الثاني اللي راح نفرضه نقترحه عليك ونساله لك لو كان يخرج لك مارد تصبي فانوس يخرج لك هذاك المارد ويقول لك يا نعيمه شبيك لبيك اللي تطلبيه بين يديك واش راح تطلب منه نعيمه؟ يعني كل حال انا نطلب ربي هو يعني سبحانه لكن بما انه احنا رانا في رمضان رانا نتفكروا قصص الف ليله وليله وهو قصه مصباح على الدين يدخل في هذا يعني واش راح تطلب؟ كيزاغيت لي غير في العالم يحبسوا الحرب والقتيله هذه في العالم كامل وربي يشفي ان شاء الله كل مرضى ان شاء الله يا ربي انه الناس تعيش هانيه وربي يزرع المحبه في قلوب الناس ويعني خصوصا العمر قصير لا في ني با تري لونغ لا جونس تجوز تمتم يعني الواحد خصوصا كي يكبر هكذا ويصيب مشاكل مع اولاده ومع اهله ومع وحتى في بلاده وخصوصا الحروب هذوما اللي اطفال راهم يموتوا وثاني نقول انه هاد لي شيرشور يلقاو دي تريتمون لهاد لي مالادي هادو اللي مازالهم في ان 2014 يقتلوا كيما الكانسير كيما بوكو دو مالادي فوالا يا تيلمون دو وانه ربي يحن القلوب باسكو خصوصا الانسان يلحق ان سيغتين اج وما يسيبش ولادو معاه واقفين معاه وهادو دار العجائز رموا ماليهم لتما ويعني هادي ربي يحن القلوب اي لي كار يحبسوا كامل لي كار ويكونوا كامل سواسية هادي هي امين ان شاء الله يسمع منك ربي سبحانه ان شاء الله يا رب نعيمة لو كان ما كنتيش نعيمة الفنانة واش تشوف نعيمة روحها واش تشوف روحها في مهنة غير مهنة الفن واش راح تكون نعيمة؟ يعني أكيد أنه هذا الفن سلاح ذو حدين كما يقول لك سي الفن سي تري تري دور باسكو أنه صعب أنه خصوصا المرأة وفي المجتمع تاعنا أكيد أنه كان ماشي هذا الفن وكان نعيمة تمنى أنه تكون ربة بيت ومع زوجها ومع ولادها ومع انما هذا تشوفيش هكا عمل مهنه ولا اللي تحبي انت تعمليها تقومي بها يعني هي لو كان سيتي با هذا الفن ماشي غير با سبيسيالمون الفن جوري سويتي شو كونتونت يعني جو سو ارتيست مي جوري سويتي ان شاء الله نقعد في داري ونربي انا ولادي ونقعد معاهم وتكون طبعا الصحه ويكون الزوج صالح وهذا هو امنيه كل مراه في الدنيا ربة بيت ربة بيت معليش يعني معليش هكاك راكي ربت بيت وشفنا اليوم كيفاش الله يبارك كوردون بلو كيفاش واش وجدتي لنا معليش يعني كي تقدري توفقي ما بين الامر الحمد لله هذا هو لانه ما نقدرش دوك هكاك حقيقه انا هكا صراحه ما نقدرش نصوروا الساحه الفنيه بلا نعيمه الله يعني ما انت قلتي لك ما جيتيش فنانة ما كاش كيفاش يعني خصوصا الفن اللي نمارس فيه انا الاعراس تو سي ميتي دو يعني قد ما الفنانة تقدم في السن قد ما تزيد القيمة تاعها كيما اسمها شيخة
فهمتي يعني إنا باداج بالعكس بتاتر كو شوفي مريم فكاي فضيله الجزائريه لي بلو غران دارتيست اللي كانوا شادين هاد المونوبول تاع العراس اي تو سي سون دي فام دون سيرتان اج و يعني نقدر نقول انه طون كاين الصحه وكاين الحمد لله انه نقعد في الميدان العائلي هذا والنسائي والافراح ان شاء الله ان شاء الله يا ربي نعيمه لو كان يعطيو لك الفرصه يقولوا لك يعطيو لك الفرصه عندك باتون ماجيك ولا تغيري حاجه فيك واش راح تغير نعيمه في روحها حاجه تحب فيزيكمون حبه حاجه نعيمه تغيرها لا الحمد لله ماجيك ما نقول لك ما جمال الا جمال الروح وانا الحمد لله انا نفرح كي يقولوا تشبهي الباب في لا تشبالي ما كنت تشبهي الباباك يعني ما جمال الا جمال الروح بصح تشبه لي ما كنت نشوف مقبله شوية. في بصح انا يعني ماشي عاطيه اون غراند امبورطونس لا لا با 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 فورسيمون با فورسيمون هذاك لاسبي بودي هذاك الجمال لا بالك في لو كور انا دي فوا نحب تكون عندي هذه لا يعني حبيت نشي يعني شويه باسكو شي انت مومون دوني ومن بعد الناس عاد يقولوا كينو حقده العراس وراه احبط ب 50 كيلو جاي في انا نوفاستريك حبطت ب 50 كيلو ومن بعد كي عاود جي لي سيري لانو جو ريبري 20 كيلو جو ريغروسي مي جي توجور فولو يعني نشيان كي شينت سا ما بورتي بريجوديس شو في خدمتي قولوا لي ولفنا ناعمه هكذا البي السمين اللي تشد يعني فريمون ميم في العراس يقعدوا يحسوا راهي ناعمه هذا صوت ناعمه بصح عاد ما يعرفونيش Alors, j'ai repris, j'ai regrossi, mais madabia, parce que je ne suis pas spécialement pour le physique, ce matin, mais c'est un foyer de maladie, surtout qu'il a un certain âge. Il faut qu'il arrête les choses qui sont comme le sucre ou le dehon. صح في رمضان ما نقدروش نديرو غيش ما نقدروش في رمضان كامل نسمانو ما كانش اللي يقعد محافظ على الـ على الـ على الرشاقه نتاعو ما كانش اللي يقدر نعيمه لو كان جات نعيمه في وقت الثوره تحرير لو كان راهي مجاهده خلاص شوفي نموت على الجيري ونموت على الدرابو ديال الجيري وقلبي حار بزاف سي فري جو سوي تشوفيني تري كال مي كونت يساجي دو علام بلادي ولا حاجه اللي تخص بلادي ولا اللي حد يعني جو سوي بريت ا نمد حياتي على لو كان راني سيور كان راني استشهد على البلاد استشهدي ولا راكي مجاهده ولا مجاهده وي نعيمه يعطيك الصحه على الريسيتي فريمون حاجه خفيفه جو بونس كو راهو اذن وي حنا نمر هاي الكاميرا تاعي حنا نخليوكم نروحوا نفطروا لانه راهو اذن نقول لكم لقاء بعد قليل الكاميرا ما لازم نستناو شويه باسكو حنا نقوم بعد القهوه بقاو معنا مشاهدينا رانا وصلنا للفقرة الأخيرة تاع حصة شكوننا واللي هي فقرة سؤال جواب أسئلة بسيطة والأجوبة نتاعها تكون بسيطة باش الناس يزيدوا يعرفوا نعيمة كيفاش دايرة شكون هي نعيمة فوالا لينيسيال تاعنا هي شكون أنا والناس باش يزيدوا يعرفوا أول سؤال واش هو لو بلا بريفيري تاع نعيمة مسفوف واش شكوت باشير مسفوف واش هو واش هي لا كولور بريفيري اللون المفضل تاع نعيمه البرتقالي داكور واش هي لا ديستيناسيون بريفيري تاع نعيمه الجزائر خلينا الجزائر قاع نحبوا الجزائر بعد الجزائر واش كاين مكه لا قبل الجزائر مكه بعد مكه الجزائر نحب كل نحب عنابه نحب القاله نحب مستغانم نحب لي زوتر بي الحمد لله وكل خير في بلادنا الحمد لله مي جو مي سون تري بيان شوفي كون جو فواياج كثر من 2 3 جور نتقلق رحت جي في براتيكمون لو تور دو موند جي في لي ايتازوني جي في لوروب جي في لاند جي في لازي جي في بصح يا اختي الجزائر نموت على الجزائر كي نقول لك الجزائر نحب تمن غاسد نحب سيتي وين تروحي عندك توت لي وشنو هو المكان اللي مازال ما رحتيلوش في الجزائر كي حبه تروحي له مازال ما رحتيلوش دونك كاين بزاف ما رحتهمش سي سيغ ما رحتش كامل توت لي ولايات وين انا نحب نروح اول مكان يجيك في البال واش هو انا رحت ديجا بسكرة نحب بسكرة بزاف حبيتي تعاودي تولي البسكرة ان شاء الله كيما بسعاده تاني سي تري بو
حسين مسعود شبه منا. ان شاء الله. وش هو الفصل المفضل تاع نعيمة عبابسة؟ الربيع، بس كل ما يعني ما كان نحب الخريف والربيع. وش مشهر نعيمة زايدة؟ انا زايدة في نوفمبر، الخريف. نحب ما نحبش السخانة بزاف وما نحبش كتعود البرد بزاف، دونك الربيع ولا الخريف سي ميور سيزون. تحب الفوت ولا ما تحبش الفوت نعيمة؟ نحب كي تعود بور ليكيب ناسيونال ولا هكذا، سينون شو با فوت دو تو. نعيمة كي تكوني في السيارة نتاعك، فيتاس ولا؟ اه نو، ما نديش ما نكثرش 120 سي الماكسيموم، بورتون جي اون تري بون فواتور، وبارفوا كي يدوبلوا لي يضحكوا عليا كيفاش الله يبارك كذا عندك ثلاث فواتور. نو لا فيتاس ما نامنش انا، الحديده ما نامناش. شحال هو الماكسيموم نتاعك؟ ماكسيموم 120 ماكسيموم، ميم في لوتوروت 120 سان فريمون جو ريسبكت يعني لو كود دو لا روت. عندنا لو كود دو لا روت و لو كود دو لا في سي باغي. سي فغي، ناس يجريو بصح الحديد ما يتامنش لانه ما تعرفش كاع شو ماغور لي بلو كغون كوندكتور بعيد شرحوا في دونك جو بريفير اتر برودونت في اكزاكتومون. واش تحب قهوه ولا اتاي؟ لا قهوه لا اتاي. ما تشربي لا قهوه ولا اتاي؟ ما بواسون بريفيري سي لو، ولا نحب النعناع بالسيترون، نحب دي تروك ناتور. واش هو لو غاتو بريفيري تاع نعيمه؟ نحب لي غاتو ساك، انا جيم با لي غاتو زعما حلوة الطابع و فوالا حلوة الطابع نموت عليها جلا دور. قلت كان جو روفيان با ترو شير اون جينيرال، ميم لي بلا نحب لي بلا اللي ما فيهمش لحم بزاف، كيما شي با نحب السفوف، نحب البطاطا فليو، نحب طبيخه مش طبيخه انا جادور خلطه تاع خلطه جادور هذوما لي اكزاكتومون. العصيده نموت عليها، العصيده يضحكوا عليا نو بعد العصيده بالزيت نحبها نموت عليها. لا الزيت الله الله زيت الزيتون والثوم تو سا جادور سي تري بون. واش تحبي البحر ولا الجبل؟ نحب لالتيتود الجبل، جيم با ترو البحر. نحب البحر، جي اون بيل ميزون بور دو مير في بوهارون، نروح تما سي نحب نشوف البحر، نحب لا فيو سور مير. مي يعني ما نحبش البحر وين يعوموا الناس اي تو نو. تحبي وين يكون هذاك لو كان؟ ولا نحب لو بروي لو صون تاع الموجات اي تو سا جيم بوكو، يريح ولا يريحني. ونحب جو بريفير لالتيتود، نحب لالتيتود. واش هو الحيوان المفضل تنعي مع بابسه؟ لو بيروكي، جادور لو بيروكي. دايوغ عندي ان بيروكي على حكي عاود لا ترى ولا بيروكي ولا يدير لومبيونس في الدار. نحب لو سانج، لي سانج نموت عليهم. اوكي la prochaine fois nous disons que le ruisseau de Saint-Jacques hommage les canins les singes et les perroquets c'est yani ça a toujours été l'ami fidèle des enfin le perroquet c'est Naïma tu aimes sport ou là 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 enfin oui je joue sport les tabes le patinage artistique j'aime bien le patinage artistique j'aime bien mais voilà sinon le football non j'aime pas trop le football. وش الهواية تاع نعيمة عبابسة؟ واش تحب دير نعيمة عبابسة؟ الهواية المفضلة نتاعها؟ الهواية تاعي نحب جيم بيان لا كويزين، نحب نطيب، نحب لا كويزين، نحب لا ديكوراسيون تاع الدار، نحب نخدم الشغل بزاف. جادور لو روباساج تو سكي ميناج ميزون تو سا. وهكذا في اوقات الفراغ نحب الافلام الهندية نموت عليها. جاوا واش داروا لي فلان ونحب الفيلم تاعهم. J'aime bien la télé, j'aime bien les jeux, l'internet, dans des moments. J'aime que tu habites l'Arani, j'écris mes chansons, tout ça. Naïma, où est-ce que tu veux la télévision? Où est-ce que tu veux la télé? J'aime les reportages, j'aime bien les reportages. Les informations, c'est... J'aime les histoires qui ont des choses bien, ou l'aflame, j'aime bien les films d'où j'adore. تشوفي فيه بزاف لا تيلي ولا تتفرجي بزاف على لا تيلي ولا كان طول طون الوقت يروح الوقت النهار قصير ما عندي وقت يعني قبل ما ترقدي فوالا هكذا قبل نرقد هكذا بلا تيلي ولا ولا هذيك كي عاد بو فيلم نشوفه ولا بون ريبورتاج ولا شكون هو القريب لك في الـ في الـ في, الـ في الاخوه ولا الاخوات نتاعك؟ عندك اخ واحد في الاخوات؟ في اختي وعايده، عايده كيف كيف عندهم نفس ال سادير عايده تغربت بزاف دونك 25 سنه وهي في مصر، مي كي جات جو مونتون بيان افيك ايل، وفي رغم اني اصغر منها شايفتها كي بنتي. جو مونتون باسكو سي انسانه طيبه. قالوا لي حتى في الله يعني تعتبرك بمثابه الام نتاعها، تقول لهم كي نشوف نعيمه هي يما. صح. قالوا لي تاخذ لك الراي، يعني ان ريسبي، كاين ان ريسبي انتر نو، وفي الله سي يعني انسانه ما نقدرش نقول لك يعني طيبه ونيه و Ou vraiment, quand j'étais la petite fille de 12 ans, elle a gardé le 12-13 ans. C'est un enfant. C'est une fille très pure. Donc, je l'aime beaucoup.
ونخاف عليها يعني بتدخل اكثر من الامل بنتي. ربي ربي يحفظها يحفظها. وعندي صديقتي سلمك، عندي صديقتي اسيا وصديقتي فريا البنت سيده سلوى، هادو من مع صديقاتي، وحبيبتي تاني اسيا، هادو هما اللي راني معاهم اون كونتاكت. وسميره مرت خويا تاني، سي اون تري بون امي. ما حبتش دير مغرات الحال. لا لا سي دير انا زوجتها مع خويا، سي مون امي دو دونفونس وزوجتها مع مون فرير، اون ا غاردي دو تري تري بون. رمضان يغلبك ولا لا؟ لا لا يا رمضان، من غير رمضان انا نصوم الاثنين والخميس الحمد لله. مالفان بالعكس يريحني رمضان بزاف. واش هي الحاجه اللي تحبيها بزاف في رمضان؟ شوفي في رمضان انا ماشي غير الطبله الشابه ولا الماكله ولا كاين بزاف حاجات كما هذا البيت هذه تشوفيني من غير رمضان، وحتى في رمضان تشوفيني نقضي بزاف الوقت تاعي هنايا. شوفي ما عندناش الخلايا تاعنا كي نعودوا صغار وكي نكبروا ماشي كيف كيف، حبيت نعاود نتعلم القران بصح دوك راني بشويه جي سي دابخون، مي سي ديفيسيل ان اوتراج يعني. دوك كي درت اون ريفيزيون ديال القران اللي حفظتهم في صغري تمتم عاود لي زي، ودوك راني بشويه جي سي نحفظ جي سي دو ان شاء الله يا ربي. وشنو هي الحاجه كي وفي رمضان بيان سور اون اساي دو فير دو بيان، الواحد يخمم ثاني شويه فوالا. وش هي الحاجه اللي qui vous inspire hakka bach ana fa bint katiba tbdae des fois vous avez votre petit hakka tkandak hadak hadak le coin tak li tatazli fih bach tkharji lna hajat hajat tjmina kima li shfnaha bsa wach hiya lhaja li tkhalli na'ima tbda wach lakin od fi rasim mliha w mhniya w kin od yani quand y a pas de probleme que je m'écoute les soucis les je fais ni je yani ça me booste un peu bach nkteb w bach voilà. الحمد لله. نعيمة يعطيك الصحة، الوقت جاز بزاف بزاف خفيف معاك. أنا يعني يعطيك الصحة على حسن الضيافة وكرم الضيافة اليوم في الله يسلمك في المنزل نتاعك، وإن شاء الله يا ربي ديما تقعدي منورتنا وتقعدي ديما شيخة البلاد إن شاء الله يا ربي. يعطيك الصحة صحة قد العمر إن شاء الله. أنت تاني بوكو دو ريوسيت بور لو ميتي ديالك إن شاء الله. أمين إن شاء الله. الله يبارك ما شاء الله عليك. ربي يحفظك ربي يحفظك. مشاهدينا رانا وصلنا لنهاية الحصة نتاعنا، شكر خاص لمريم بالعربية، كذلك للكاميرامان محمد دونافع اللي ما فطروش وقعدوا يعاونوا فينا وقعدوا يعني تحملونا كامل هذاك الوقت. نقول لكم صحة سحوركم وتابعونا الحصة القادمة إن شاء الله. بقوا على خير.